بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتعلم حاجة جديدة ومفيدة لأي حد بيشتغل في الهاند ميد بيحتاجها، هي عجينة السيراميك. حاجات كتيرة في الشغل الديكوباج وفي الهاند ميد بلاقي إن عجينة السيراميك من أهم الأساسيات اللي الواحد لازم يشتغل عليها. القوالب اللي بتتباع كتيرة جدا لتشكيل العجينة، ناس وجروبات وصفحات كتيرة بتعملها وبتبيعها، لكن الأفضل طبعا لو الواحد بيحتاج الحاجات دي بشكل مستمر إن هو يتعلم يعملها في البيت. تلت خامات أو تلت حاجات بسيطة جدا في البيت هنعملهم مع بعض، والألوان موجودة لونيها بأي حاجة. العجينة دي ممكن بألوان كتيرة، أنواع كتيرة من الألوان. كل واحد فينا على فكرة، اللي بيقول الألوان الزيتية بتريحني، واللي بيقول الإكليريك بتريحني، واللي بيلونها مركزات الالوان على طول. المهم شوف الحاجه اللي تعجبك وتريحك وتبقى العجينه لينه وكويسه في شغلك. انا كل اللي محتاجه من عند الموان او بتاع البويات الغير الابيض ده، ومحتاجين النشا، نشا الذره اللي هو نشا الطعام العادي خالص، ومحتاجه المكون الثالث بتاعي الفازلين. في ناس بتستخدم بدل الفازلين الجليسرين، زيت الجليسرين ينفعه كويس. في ناس بتقتصد خالص وبدل الجليسرين او الفازلين بيستعملوا زيت الاكل، يعني معلقه من زيت الاكل بتديكي برضو نفس المنتج، مفيش اي مشكله. طيب المقادير اعمليها حسب طلبك، يعني يفضل ما تعمليش كميه كبيره قوي من العجينه وتركنيها فتره كبيره وبعد كده نقول باظت او غيره، لكن شوفي انت محتاجه ايه وحاولي تعملي الكميات اللي انت محتاجاها اول باول. طبعا بتتشال في التلاجة وتستريح شوية وبعدين بتطلعيها تشتغلي بيها، لكن هي على طول مكانها في التلاجة. طيب كل كوباية نشا بحتاج لها من الغيرة كوباية الا ربع، ده المعيار اللي انا ماشية بيه بقالي فترة وفعلا بيديني نتيجة كويسة. كل كوباية نشا بنفس المعيار او نفس الكوباية كوباية الا ربع من الغيرة، وعليهم معلقة كبيرة من الفازلين. النهاردة أنا عايز أعمل معيار قليل، يعني هنقص، هدي نص الكمية بدل كوباية النشا اللي عايز يبتديها من الأول خالص. خلينا نجرب إيدينا في حاجة بسيطة وكمية قليلة. أنا هاخد نص كوباية نشا، يكفي قوي عليهم معلقتين من الغيرة، معلقتين من معلقة الأكل، ومعلقة صغيرة من الفازلين. ونشوف كده دلوقتي هنعملها إزاي، ونحاول برضو إحنا مع بعض في نفس الفيديو نحاول ان احنا نلونها. طبعا اي شغل هيبقى فيه بهدله للترابيزات والمفارش، يستحسن ان احنا نستخدم على طول اي مشمعات. اي حاجه هتشتغلي فيها او هتعجني العجينه فيها، طبعا الحاجه دي يفضل ان احنا ما نستخدمهاش خالص في الاكل. النص كوبايه نشا بتاعتنا احاول احط لها، احنا قلنا كوبايه النشا كوبايه الا ربع غيرها، فانا مثلا هحاول مع النص كوبايه لو معلقتين من الغيرة يبقوا مناسبين. وانا بعجن والله لو احتجت من ده هحط، لو احتجت من ده هحط، يعني العجينة طريت مني هزود نشا، نشفت مني هزود غيرة. انا ما بعرفش اشتغل خالص باي جوانتيات او اي حاجة في ايدي، بفضل طبعا ان انا ايه اشتغل بالمكونات بتاعتي بايديا، حتى ايدي تبقى افضل مع العجينه وابقى حاسه انا بعمل ايه بالظبط. بحاول المهم كده كلهم مع بعض، النشا مع الغيرة مع شويه الفازلين، وافضل المهم مع بعضي لغايه لما كلها تمسك في بعض، بتبقى عجينة متماسكة وفي نفس الوقت طرية ولينة. طبعا هي لسه بتلزق في صوابعي لان انا ماخدتش ملمتش كل النشا اللي موجود في الطبق، وببقى وانا بشتغل مخليه الغيره موجود جنبي ومخليه طبق فيه شويه نشا موجود قريب مني برضو، بحيث ان انا لو حسيت انها محتاجه هي كده محتاجه شويه نشا.
طالما بتلزق في الصوابع بالشكل ده ولونها قربت. تمام، يعني ده بتاع معلقة صغيرة كده نشا اهو، بدأت العجينة تمسك معايا اهي. محتاجة أقلب منها كل النشا اللي في الطبق. بدأت تلم اهي وتبقى كويسة. مخدتش مننا دقايق شغل. رشة صغننة قوي، طبق بس كده نشا، بس احطها كده فيها. العجينة لينة وطرية وبدأت تمسك نفسها اهي. ايه رأيكم؟ تمام. لما باجي الونها، في ناس بتحب تلون العجينة بألوان هي عارفة انها محتاجاها وهتستعملها، فبتلون العجينة وهي لسه في اولها وتشيلها بقى متلونة، او انها بتسيبها على لونها كده وتشكل كل التشكيلات اللي هي عايزاها، وفي الاخر خالص بتلون الالوان اللي العمل الفني بتاعها محتاجها. يعني اخليها زي ما هي بيضة، وبعد ما اشكل واشتغل خالص ابدأ بقى بالالوان اللي انا هشتغل بيها اكليريك او غيره الون العجينة. فنشوف الافضل لينا ايه، بس انا شايفاها ان هي كده بقت تمام وبقت جاهزة كده للشغل. لما بنحط عليها الالوان، لو العجينة دلوقتي في ايديا ماسكة كده هي نفسها وكويسة، لما باجي احط عليها الالوان ان شاء الله نقط بسيطة، اوقات اللون وخصوصا لو الوان اكليريك مثلا او الوان فيها اي نوع من السيوله، يعني اوقات بعد ما تحط اللون بتلاقي العجينه بدات تطرى قوي زياده عن اللزوم، فببقى مخليه جنبي شويه من النشا. لو بعد ما بحط اللون حسيت ان هي طريت معايا شويه نشا قليلين. فانا دلوقتي كده خلصتها اهي تمام خالص. عايزه بقى ابدا الون ولو لونين كده قدامكم. الالوان الاكريليك اشتغلت بيها قبل كده وجربتها، يعني اي حاجه انا بصورها بحاول ان انا اجربها. فعايزه اوريلكم كيس لسه مطلعاه من الثلاجه كميه الالوان دي كلها انا اللي عاملاها، كلها بالالوان الاكريليك. طبعا الواحد اول ما بيطلعها من الثلاجه بيسيبها شويه تبدا تدفى شوية او تسخن شوية، يعني يبدأ يطريها ويبدأ يشتغل بيها. لكن طبعا اللي مخليها جامدة كده انها لسه باردة من التلاجة. طيب عجينتي بقت زي الفل اهي ما شاء الله. لو حابة بقى ان انا احط فيها كده اي لون من الالوان اللي عندي، ولنفترض ان انا هاخد منها جزئية صغيرة كده واديها مثلا لون كده نسبة كده صغيرة من لون بنفسجي،
ببدأ أمزج اللون جواها بالشكل ده. ده لون بنفسجي غامق أو زي البذنجاني كده. بالشكل ده. وزي ما قلت لكم اوقات بتطرى معايا شويه، فلو طريت شويه ممكن بقليل قوي من النشا حتى اللي موجود في الطبق ده هترجع تمسك نفسها مره تانية. هو ادى كده على درجه موف، درجه من الموف، والعجينه اهي بقت تمام مفيهاش اي حاجه. عايزه مثلا ايه، انا ما عنديش في الالوان بتاعتي لون بني اعمل بيه مثلا فروع شجر. لون شكله كده زي لون النسكافيه شويه، فعلا انا محتاجاه، ما عنديش اي درجه بني. امتزج اللون على طول مع العجينة. دي كلها ألوان أكريليك أنا بشتغل بيها. تمام. برضو لو أنا حاسة وأنا بلون إنها طريت شوية ببدأ إن أنا إيه أدور على بقايا النشا الموجود. تمام كده. أدي حتة بقت لونها بيج، وأدي جزء بقى درجة موف. لو انت طلعتي الالوان بتاعتك وبتشتغلي بيها طول ما انت بتشتغلي، مثلا هفترض ان انا معايا لونين دول دلوقتي وبشتغل، انا مش هينفع اشتغل بيهم، لازم اريحها شويه في الثلاجه، بس هفترض ان انا مطلعاهم وبشتغل، تبقي على طول الالوان بتاعتك حطاها على الترابيزه قدامك وقلب عليها الكوبايه بالشكل ده. ليه؟ لان مجرد تعرضها للهواء طبعا العجينه بتبدا تنشف، فطول ما انا بشتغل الافضل ان انا ابقى حاطه الكوبايه على اي حاجه انا بشتغل بيها. طيب عملت العجينه ولونت، الخطوه الجايه، الخطوه الجايه ايه بقى؟ الخطوه الجايه والاهم ان انا ابدا اغلفها، وتغلفيها بالطريقه اللي ما يوصلهاش اي هواء. يعني الشكل ده كده هبدا اجيب بلاستيك التغليف اللي بنغلف بيه الاكل في الثلاجه ده واقطعيه، وعلى قد كل حته عجين وابتدي غلفيها بالشكل ده. كل جزء من العجينه ببدا اغلفها بحيث ان انا مسمحش لاي هواء ان هو يدخل لها بالشكل ده. وبرده الجزء اللي انا سايباه ابيض ده لان انا هحتاجه، عايزه اعمل بيه شويه حاجات، يتغلف بالشكل ده اهو. وادي الجزء البني برده اغلفه بالشكل اللي ما يدخلوش اي هواء، وببدا احطهم بقى مع المجموعه، مجموعه الالوان اللي انا كنت مجهزاها هي من قبل كده اللي كنت بس بوريها لكم، هرجع احطهم في الثلاجه بما فيهم الثلاث الوان الجداد اللي احنا لسه مخلصينهم في دقايق اهي. خلصت الحكايه. وبعد كده لما يطلعوا من الثلاجه ابتدي بقى طريهم شويه وشغليهم. يا رب الطريقه تكون عجبتكم، وبعد كده هوريكم اول حاجه هنشكلها في عجينه السيراميك وابسط حاجه مثلا الورد البلدي. طبعا عجينه السيراميك ممكن تشتغل بايدك فتعملي اشكال كتيره جدا من الورد، كنت لسه بتعلم فيهم يعني، دي الحاجات اللي في الاول، اشكال الورد البلدي البسيطه لو الواحد بيعمل بايده هيشتغل، لو الواحد بيشتغل شغل القوالب، قوالب السيليكون ويشتغل منها وبعد كده تنشفي في منتهى الجمال، تخلصي عجينتك وتشكليها وتعملي بيها اللي انت عايزاه، وبعد كده بتدوري على
المادة اللي هتبقى عازلة، أنواع الورنيش اللي هتستخدميها، ولو حاجات صغننة زي الحاجات الصغيرة دي والمقاسات دي ممكن مش محتاجة أي أنواع ورنيش، ممكن طلاء أظافر شفاف، والواحد ممكن يغلف كل وردة من دول تبقى محتفظة برونقها كده وبعيدة عن أي تأثير خارجي، مية أو رطوبة أو تراب أو غيره. نحط العلبة في الثلاجة، وبتمنى الطريقة السهلة دي تكون عجبتكم، الطريقة البسيطة دي تكون عجبتكم إن شاء الله. ولو عجبكم الفيديو أتمنى إن أنتوا تحطوا لايك وتشتركوا في القناة، يصلكم كل جديد إن شاء الله. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.